نقطة مهمة للفريق البترولي صعد بها إلى المركز الرابع في إطار منافسته على صراع المربع الذهبي. ماذا قال سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي بعد هذا التعادل مع المقاولون؟ نتابع مع الزميل حاتم فتح الله. لا والله والحمد لله، طبعا احنا من بداية المباراة كنا نازلين نلعب على المكسب، ويمكن ده اتحقق في أول ربع ساعة لما جبنا جون. بس بعد ما جبنا جون رجعنا بتروع غير مبرر، يعني رجعنا لورا بشكل مبالغ فيه، ما كانش مطلوب من اللعيبة كده، بس ده شيء طبيعي، يعني عايزين يحافظوا على الجون مع ان كان لسه الوقت بدري. ارتكبنا بعض الاخطاء اللي كانت المفروض ما نعملهاش، لان احنا عارفين ان فرقه المقاولين بيعتمدوا دايما على الكور الثابته، فبالتالي لما دخل فينا جون الامور اتصعبت معانا شويه. لكن بين الشوطين اتكلمنا ان احنا كنا ماشيين بشكل كويس، وقدرنا ان احنا كنا في بدايه المباراه كنا راكبين الجيم، فلازم نرجع تاني لوضعنا. بس ما لحقناش، لان الشوط الثاني في يعني في اول 10 ثواني ولا 11 ثانيه في الشوط الثاني الفاول اللي جه علينا والكره دخلت جون، فدي شدت اللعيبه شويه، حصل في توتر في الملعب شويه، اللعيبه بقت مستعجله عشان تتعادل، لانها كانت نازلين عشان نكسب فنزلنا عشان نتعادل، فالوضع كان صعب. لكن ربنا اكرمنا فعلا بالجون الاخير، ضربه الجزاء دي ببونت احنا بعتبره النهارده بالنسبه لنا مكسب. يعني راضي يا كابتن على اداء الفريق النهارده؟ يمكن راضي على اداء الفريق النهارده والله، يعني ده يعني الحمد لله بفضل الله، يعني احنا وصلنا المرحله في الفريق بشكل كويس. بدأنا المرحلة دي ان احنا نزق بقى اللعيبة اللي هي كانت محتاجة تاخد فرص، لعيبة صغيرة ولازم تاخد خبرات الدوري الممتاز، لازم تاخد فترات طويلة، بدأنا نشتغل على كده. احنا الحمد لله وضعنا في الجدول دلوقتي بقى كويس بالنسبة لنا، يعني احنا بعيد عن منطقة الهبوط، في نفس الوقت قريبين من الحتة اللي فوق برضو، ده بيدينا أريحية ان احنا يعني نجرب ونشوف، لان احنا دلوقتي زي ما بتقول بنعد للموسم الجديد، بنشوف اللعيبه اللي معانا اللي هي ما بتلعبش اللي هي ممكن تاخد فرص دي هتوصل لحد فين، نقدر نديهم من دلوقتي الخبرات اللي هم لما يخشوا بيها الموسم الجاي الموضوع يبقى مختلف معاهم يعني ان شاء الله. طبعا في المربع الذهبي وايضا يعني 8 اكيد فريق انبي مشاركته في البطولات الافريقيه القادمه، شايف ايضا ده ازاي؟ والله هو لسه موضوع البطولات الافريقيه ده ما اتحسمش لحد دلوقتي، يعني هو لسه برضه ما فيش يعني كلام على البطوله الافريقيه، لكن هو وجود الفريق بالشكل دوت في المكان ده في الموسم ده بالذات ده يعتبر انجاز للفرقه السنه دي، لان طبعا احنا ما دعمناش بحد في بدايه من الموسم، معتمدين على اللعيبه اللي بدانا بيها الموسم من السنه اللي فاتت. الفرقه واصله لمرحله كويسه قوي، عاملين اداء كويس قوي، مش عايزين نغفل حقهم، طول الموسم بيشتغلوا بشكل كويس، واصلين لمرحله كويسه، فالحمد لله برضه لا احنا عملنا شكل كويس الحمد لله. ببارك لنادي المقاولين النهارده على البونت، اتمنى لهم ان هم يخرجوا من الوضع اللي هم فيه. فريق النادي المقاولين فريق كبير ونادي كبير، فالحمد لله يعني احنا برضو ماشيين بشكل كويس جدا، بنحقق الاهداف اللي المفروض محطوطه لنا، احنا في اهداف محطوطه، كل هدف لازم ياخد مننا وقت. الهدف الاولاني ان احنا كنا عايزين نستمر في الدوري بشكل كويس وده حققناه. الهدف الثاني ان احنا النهارده نطلع لعيبه وندي لعيبه الثقه ونديها الخبرات ان هي تشتغل وتدوس في الملعب، لان دي برضو الدوري الممتاز مختلف تماما عن الناشئين، فاللعيب الناشئ لازم محتاج فرصه وتصبر عليه وتتحمل ولحد ما يعضم زي ما بيقولوا في الدوري يعني. فالحمد لله ده شغالين فيه يعني.